فاكرين الفوازير دي اللي كلنا كبار وصغيرين كنا بنتجمع قدام التلفزيون على القناة الأولى في شهر رمضان وقت الفطار عشان نتفرج على فوازير عمو فؤاد اللي اشتهرت بالموضوعات المختلفة كل سنة؟ عمو فؤاد بيلف بلاد أو رايح يصطاد أو رايح الاستاد وحققت نجاح كبير لأن فؤاد المهندس قدر يجسد الأدوار بخفة دم ومرونة وجمع كل الأطفال حواليه خصوصاً مع اسكتشات فوازير البلاد والشخصيات التاريخية. نجحت فوازير عمو فؤاد في التأثير في جيل الثمانينات والتسعينات وبدأ إنتاجها وإذاعتها في منتصف الثمانينات واستمرت 10 سنين وكان الفنان الراحل فؤاد المهندس بينقل للمشاهد رسائل الفن برقي وخفة روح وضحكة وابتسامة رائعة خطفت قلوب الملايين. وفي الوقت اللي انتجت فوازير عمو فؤاد ما كانش فيه انترنت ولا وسائل تواصل اجتماعي وكانت هي بمثابة منشط للذاكرة لتشغيل عقل كل مشاهد لحل الفزورة من خلال تفاعله معها وده اللي كان دافع للمشاهد بأنه يهتم بشراء مجلة الكواكب أو المصور عشان يقدر يحل الفزورة اللي كانت كل مجلة بتقدم حلول مختلفة عن التانية. اشتهرت الفوازير دي بأغاني ما زالت عالقة في الأذهان زي عمو فؤاد بيلف بلاد راح أمريكا جه من أمريكا لف الدنيا بحالها وعاد ويرد الفنان الراحل فؤاد المهندس عليهم ويقول لفيت أنا لفيت الدنيا ما خليت لا سبت شارع ولا بيت وحققت الأغنية دي نجاح كبير وارتبطت فوازير عمو فؤاد ارتباط وثيق بشهر رمضان. فؤاد زكي المهندس اتولد سنة 1924 في حي العباسية بالقاهرة وترتيبه الثالث في العيلة بعد أختين هم الإعلامية الكبيرة صفية والسيدة درية والشقيق الرابع سامي المهندس. نشأ بمدارس العزب التركية اللي كانت لها فضل كبير على تكوين شخصيته الصلبة. والده زكي المهندس العالم اللغوي وعشان كده كان بيتهم عبارة عن قلعة للحفاظ على اللغة العربية اللي أتقنها من خلال أبوه اللي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية وورث عنه خفة الدم وحضور البديهة وسرعة الخاطر اللي كانت مميزة في مشواره الفني. ولما التحق بكلية التجارة انضم لفريق التمثيل بالجامعة وشاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب بيه في مسرحية الدنيا على كف عفريت فانضم لفرقته المسرحية وبعد وفاته انضم لفرقة ساعة لقلبك من أول تأسيسها في مطلع الخمسينات وكانت هي بدايته مع التمثيل. فؤاد المهندس ممثل وسينمائي كوميدي من كبار الفنانين المخضرمين اللي مثلوا في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة وكان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي اسمه كلمتين وبس وكان بيسلط من خلاله الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان سيد أفندي وقدم مسرحيات كتيرة للأطفال منها هالة حبيبتي وغنى أغنيات للأطفال أشهرها هنوا أبو الفصاد ورايح أجيب الدب من ديلو واللي لسه بيرددها الأطفال لحد دلوقتي وكان دخل تجربة الإنتاج السينمائي وأنتج فيلم فيفا زلاطة الكوميدي لكن ما حققش نجاح وقتها. كان الثنائي فؤاد وشويكار من أشهر ثنائيات الكوميديا في السينما والمسرح العربي والتقوا للمرة الأولى في مسرحية السكرتير الفني وبتحكي شويكار أنه عرض عليها الجواز أثناء تقديم أحد العروض وخرج على النص وقتها وقال لها تتجوزيني يا بسكوتة وتم الزواج بينهم فعلا وبعد كده انفصلوا عن بعض بعد جواز استمر فترة طويلة ولكن رغم وقوع الطلاق إلا أن أعمالهم الفنية استمرت وكانت مسرحية روحية اتخطفت وكان آخر عمل فني جمعهم سوا بعد الطلاق. رغم أنه قدم ما يقرب من 70 فيلم سينمائي إلا أن حب المسرح ظل معشوقه الأول وآمن المهندس بضرورة تقديم رسالة مجتمعية من خلال أعماله فقدم مشكلة الملاجئ من خلال مسرحية هالة حبيبتي اللي أوضحت سوء المعاملة اللي بيلقاها الأطفال في الملاجئ وكانت المسرحية كوميدية فأضحكت الأطفال ونبهت الكبار للي بيحصل في الملاجئ من تجاوزات بحق الأطفال وقدم مشكلة الأبناء في سك على بناتك ولما كان بيقدم مسرحية إنها حقاً عائلة محترمة مع أمينة رزق وشويكار كان مصاب بجلطة في القلب وأكد له الأطباء إنه خف منها تماماً من خلال عمله بالمسرح. الفنان القدير فؤاد المهندس استحق اللقب اللي أطلقوا عليه الجميع بلا استثناء وهو الأستاذ عمرنا ما حننسى شنبه في المصيدة وفيفا زلاطة والزوج المغلوب على أمره في ساعة لقلبك والبغبغان في عيد ميلاد أبو الفصاد. 2006 رحل على عالمنا الفنان فؤاد المهندس بعد 82 سنة من العطاء والأعمال الفنية الرائعة اللي هتفضل عايشة في ذاكرتنا وبترجعنا لزمن فات بس لسه عايش جوانا.